عايز تعرف ازاي تحول شخصيتك كاركتر 3D زي ما انت شايف كده، وتقدر تستخدم اكتر من شخصية وتتنقل فيهم بحرية وتصرف فيها تحركاتك الجسدية بطريقة تلقائية، وكمان تلاقي سهولة في التحرك للشخصية كأنك شخصية انيميشن من عالم الكرتون. ولو انت او انت بتفكر تفتح قناة على اليوتيوب او عايز تظهر على السوشيال ميديا بس مش عايز تظهر بشخصيتك الحقيقية، فالفيديو ده عشانك. النهاردة هنزل لكم فيديو بشرح فيه ازاي الذكاء الاصطناعي تطور وقدر يصنع شخصية 3D انيميشن. كلنا عارفين ان الشخصيات 3D الانيميشن مش بتصنع الا عن طريق برامج معقدة زي البلندر والانريل انجن، بس النهاردة انا جايب لك موقع هيسهل عليك الموضوع ده كله، ومش هتحتاج حتى جهاز قوي انك تشتغل عليه من المواقع دي، وهتصنع شخصية محاكاة 3D انيميشن وبضغطة زرار واحدة. عايز الفيديو ده تفجر فيه اللايكات، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة عشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي بتهتم بالذكاء الاصطناعي وازاي تصنع محتوى عن طريق الذكاء الاصطناعي. اخوك بيتعب جدا عشان يصنع لك محتوى يخدمك فيما بعد، فما تبخلش على اخوك باشتراك او بزر اللايك، وانزل تحت في الكومنتات اكتب لي انطباعك عن الفيديو ده، وهل فعلا الذكاء الاصطناعي شايفه انه هيساعدك في القناه ولا مش هيساعدك.